انتظروا حصريا على قناة الأهلي. الأهلي في مواجهة أوتوه الكونغولي في أولى لقاءات الفريق ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد سيدات، ويعقبه افتتاح البطولة القارية، ثم الاستوديو التحليلي لمواجهة الأهلي وكيركوس الإثيوبي في أولى لقاءات المجموعة الثانية من البطولة الإفريقية لكرة اليد للرجال مع الكابتن هيثم السعيد. استوديو الأبطال اليوم الساعة 3:30 عصرا على قناة الأهلي.